وضع خطر، الوضع ما نقدر نستهين به أو نعطي فد صورة زائفة أو وردية. الأوضاع صعبة، والتحدي اللي يواجه العراق حقيقة هو تحدي وجودي، لأنه يهدد كيانه، يهدد مقوماته من هذه الهجمة الإرهابية المنفلتة المتوحشة للقضاء على كل شيء وعابرة للحدود. يعني حاليا نحن في صراع مع هذه المجموعات لداعش والمسلحين والجهاديين وبقايا النظام السابق، هي معركة على العراق الجديد.